فإذا ينبغي أيها الأبناء أن نوسع مفهوم العمل التطوعي إلى أقصى صور التوسع الممكنة. فأي فكرة أو أي خطوة أو أي عمل، سواء كان عملاً معنوياً أو مادياً، يعتمد على المجهود البدني أو المجهود الذهني، يدخل في مفهوم العمل التطوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالحق قائلين وعلى الصراط مستقيمين، وفك عنا جور الباغين وأيدي الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. أبنائي الطلبة، أرحب بكم في هذا اليوم المبارك، ويسعدني أن أشارك معكم الحديث وأتشارك معكم في الحديث عن العمل التطوعي في الإسلام وعن أثره على الفرد والمجتمع. وهذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، وينبغي أن نعنى به، وذلك نظراً للتأكيد الكثير عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وعناية السلف الصالح به، ونظراً أيضاً إلى آثاره الجليلة الكثيرة التي تعود بالنفع والرخاء والاستقرار والسعادة الدنيوية والأخروية على القائمين به. ودعونا نبدأ أولاً بتعريف العمل التطوعي، فضبط المصطلح وفهم المراد به أمر مهم حتى يستوعب الإنسان الكلام، وحتى يعي ماذا يراد بالعمل التطوعي عند إطلاقه. فلربما يرتسم في أذهان بعضكم صورة معينة للعمل التطوعي، وقد لا تكون هذه الصورة المنطبعة في ذهنه موافقة أو مطابقة للواقع. فمن هنا كانت الحاجة داعية لضبط العمل التطوعي حتى يكون الإنسان متصورا له. العمل التطوعي يقصد به كل جهد يبذله الإنسان للآخر تطوعا من غير أن يقصد من خلاله الوصول إلى أمر معين. كل جهد، سواء كان هذا الجهد بدنيا أو ذهنيا أو عضليا أو ماليا، يبذله الإنسان لغيره، سواء كان يبذله لفرد أو لجماعة، ولا يقصد من ورائه أجرا، سواء كان هذا الأجر أجرا معنويا أو كان أجرا ماديا. ولذلك سمي عملا تطوعيا، أي لا يريد من ورائه شيئا، وإنما يقصده إن كان مسلما بغية رضوان الله عز وجل ونيل الأجر والثواب، وإن كان لا يؤمن بمبدأ الثواب الأخروي فهو يقدمه باعتباره أو بصفته جزءاً من واجباته تجاه مجتمعه، كما هو الحال في كثير من المجتمعات غير المسلمة التي تنشط في العمل التطوعي لأنها أدركت أثر العمل التطوعي، فهي بنفسها قد استفادت من أعمال تطوعية قام بها غيرها، فتشعر بأن الواجب يعني يحتم عليها أن تدلي بدلوها في الأعمال التطوعية، فكما استفادت من أعمال غيرها تفيد غيرها من غير أن تنظر إلى أي مكسب مادي. بينما المسلم لديه ميزة أخرى، المسلم بالإضافة إلى هذا الشعور الذي يخالج نفسه
بواجبه تجاه مجتمعه هنالك الشعور الإيماني، وأنه لا يتحرك خطوة ولا ينوي نية ولا يعمل عملا إلا ويؤجر عليه إن صدق في فعله وأخلص في عمله لله عز وجل. فإذا ينبغي أيها الأبناء أن نوسع مفهوم العمل التطوعي إلى أقصى صور التوسع الممكنة. فأي فكرة أو أي خطوة أو أي عمل، سواء كان عملا معنويا أو ماديا، يعتمد على المجهود البدني أو المجهود الذهني، يدخل في مفهوم العمل التطوعي. ولكي يقرب لكم الصورة أكثر سأضرب بعض الأمثلة، وبعض الأمثلة إن شاء الله ستأتي لاحقا في الدرس أو في المحاضرة. فمثلا لو أن إنسانا متخصص في تقديم الاستشارات، سواء كانت استشارات أسرية أو استشارات صحية أو استشارات هندسية أو استشارات في أي مجال من المجالات، فيخصص جزءا من وقته لتقديم الاستشارات المجانية للراغبين، هذا يعتبر عملا تطوعيا. هو قد يقدم الاستشارات مجانا لكل راغبين فيها، وهذا قمة العمل التطوعي، وقد يعني يبذل جزءا من ذلك. فمثلا الطبيب الذي عنده مثلا عيادة، فيخصص جزءا من جهده أو من تطبيبه للفقراء، للمحتاجين، للمعوزين، لأصحاب الظروف الخاصة، ويقدم لهم الخدمة مجانا. وهكذا مثلا في المهندس أو في المصمم أو في المبرمج أو في غير ذلك ممن لديهم مهارات خاصة يستطيعون تقديمها للمجتمع. فهذا يدخل في مفهوم العمل التطوعي. الأعمال الأخرى، المجالات الكثيرة التي تفيد المجتمع، كمثلا تنظيف البلاد، إصلاح الطرق، صيانة موارد المياه، إرشاد الضالين، إعداد اللوح أو اللوائح الإرشادية، طباعة كتاب، تسجيل مادة علمية، تصوير وتوثيق مادة علمية، التفكير في فكرة، في إنشاء صناديق مجتمعية، فرق خيرية، فرق تطوعية، كل ذلك وغيره يدخل في مفهوم العمل التطوعي. بعد ذلك ننتقل للمحور الثاني، وهو مكانة العمل التطوعي في القرآن الكريم. القرآن الكريم في الحقيقة من ألفه إلى يائه إن صح التعبير، أو من فاتحته إلى سورة الناس، كله يتحدث عن العمل التطوعي. بل إن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، العبادات الخاصة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن، هذه من شأنها أن تسقل نفسه وأن تجعله رحيماً رؤوفاً مدركاً، وتربي في نفسه التعاون ومساندة الآخرين وتفقد أحوالهم، وكل هذا مما يصب في مصب العمل التطوعي. فالقرآن الكريم ذكر كثيراً عن إيتاء المال على حبه، وذكر أصنافاً كثيرة يدفع المسلم لها ماله، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذه أصناف كثيرة من المجتمع، بل هي أهم الأصناف التي تحتاج إلى المساعدة المالية من الإنسان.
ذكر الله عز وجل قواعد عامة في أن المسلم لا يظلم شيئاً من عمله، كقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجرا، وكقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذه الآيات ونحوها تبين أن الله عز وجل لا يضيع على العامل عملا عمله ولو كان قليلا. استجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا من التطبيق العملي لذلك ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه طرق طارق بابها سائل، طرق بابها سائل، ولم يكن معها إلا حبتا عنب، فأخذت إحدى الحبتين وقالت لغلام بجانبها: خذ هذه الحبة وأعطها السائل. فتعجب الرجل كيف يعطي السائل حبة عنب، فقالت له: يا هذا انظر كم من مثقال الذر في هذه الحبة، وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلا يحتقر المسلم شيئا من المعروف أو العمل الذي يقدمه، لذلك الأحاديث حذرت من احتقار العمل الصالح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة محرق. فلا تحتقر شيئا من المعروف ولو قل. والقرآن الكريم أيضا ذكر نماذج للأعمال التطوعية على وجه الخصوص، كما رغب وحث عليها على وجه العموم. فالله عز وجل يقول في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقرآن الكريم يعالج هنا قضية اجتماعية مهمة، وهي قضية التناجي التي تحدث كثيرا في المجتمع. فينتقد القرآن كثيرا من مظاهر التناجي التي نلاحظها في المجتمعات، لأنه لا يترتب عليها خير، بل قد يترتب عليها ضرر، لأنها تناجي على إثم، على عدوان، على قطيعة، على إفساد ذات البين، على مكايد إلى آخره. وكعادة القرآن عندما يعالج القضايا يعالجها معالجة صحيحة، فيخرج الضار أو يشير إلى الضار ويخلص النافع حتى يركز الناس على النافع بعد أن يتجنبوا الضار. فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، استثناء، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه أعمال تطوعية يحمد فيها التناجي، وتحمد فيها الاجتماعات واللقاءات والتشاورات وتنسيق الأعمال. من أمر بصدقة، التناجي لأجل الأمر بصدقة. وفي هذا إشارة إلى الفرق التطوعية في أعمال الخير للفقراء، والتي تعقد اجتماعات ومناجيات متعددة للأمر بالصدقة ولتنسيق الأدوار وللسير على أمر مرسوم واضح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف كلمة واسعة شاملة تشمل كل ما عد مقبولا في عرف الشرع أو ما لا ينكره الشرع، أو إصلاح بين الناس. وإصلاح ذات البين هو من أهم الأعمال التطوعية، وهو
عمل بدني وذهني في الوقت نفسه وليس عملا ماليا في الغالب. وهذا حتى كما قلت نوسع مفهوم العمل التطوعي، ما نضيق العمل التطوعي في بذل المال. قد يكون واحد يقول أنا طالب ولا أملك المال لكي أشارك في كثير من الأعمال التطوعية، لكن أنت الطالب لديك فكر، لديك ذهن متوقد، لديك بدن قوي، تستطيع أن تشارك في الأعمال التطوعية من خلال ذلك. إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال التطوعية، ولذلك حث عليه القرآن ورغب فيه في أكثر من آية. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال فأصلحوا بينهما والصلح خير، وفي الحديث الصلح سيد الأحكام أو خير الأحكام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من مكانة الإصلاح بين الناس فقال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين. يعني الناس قد يزهدون وهم يصنفون الأعمال في كثير من الأعمال ويضعونها في مراتب متأخرة، ولكن الشارع جعلها في مراتب متقدمة. فإصلاح ذات البين من الأعمال التي تزاحم الصلاة والصوم مع عظمهما في المرتبة وعلو الدرجة. فذلك الذي خرج من بيته ليصلح بين اثنين قد يكون أجره أعظم من ذلك الذي قعد يصلي في بيته ركعات وركعات. وفي كل خير بطبيعة الحال. فالقرآن الكريم بشكل عام يحث على العمل التطوعي ويرغب فيه، والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يجد الكثير والكثير من الأعمال الخيرية التي يحث عليها الإسلام ويرغب فيها. وقد قص لنا القرآن الكريم نماذج للأعمال التطوعية، نقف عند ثلاثة نماذج بشيء من السرعة. النموذج الأول موقف موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح. فموسى عليه السلام عندما اجتمع فرعون مع قومه على قتل موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، والظاهر أنه خرج ماشيا لأنه جاءه الخبر على وجل، فخرج منها مسرعا بلا عدة، وتوجه تلقاء مدين وقطع تلك المسافة بين مصر وبين مدين، فوصل ودخل إلى هذه القرية وإلى هذه المدينة التي تختلف عن مصر بطبيعة الحال، في طبيعة أهلها، في عاداتهم، في تعاملهم، في أعرافهم، في سير الحياة عندهم. فما إن وطئت قدماه أرض مدين حتى شاهد ذلك المنظر، وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا أكثر من وقفة في هذه الآيات. موسى الغريب يشاهد هذا المنظر، يشاهد قوما يستقون ويسقون أنعامهم، ووجد امرأتين تذودان تمتعدان عن الناس، فلم تطعه نفسه ولا شهامته ولا رجولته أن يجعل هذا المنظر يمر مرور الكرام كما يقال من دون أن يتدخل بقدر ما يستطيع. لو كان شخص آخر غير موسى يقول مالي ولهاتين المرأتين، أنا لا أعرف هذه البلد وأنا بنفسي فقير وأنا بنفسي في حاجة وأنا بنفسي في خوف،
فلماذا لا أشغل بنفسي عن غيري؟ ولكنه ما زرع في نفسه من حب الخير ومن حب مساعدة الآخرين تقدم إليهما بالسؤال، فقال: ما خطبكما؟ وانظروا إلى القرآن كيف يعلمنا الأدب في مخاطبة الرجال مع النساء. لم يستغل الموقف ويحاول أن يتزلف إلى المرأتين وأن يتقرب إليهما وأن يطيل الحديث معهما كما قد يفعل بعض الشباب. بعض الشباب عندما يشاهد نساء يحب تتشجع نفسه، يحركه شيء داخلي لمساعدتهما أكثر مما لو كان الطالب المساعدة من الرجال، ولكنه يحاول أن يطيل أمد الحديث أو الكلام معها. فكيف أحوالك؟ كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ سلامات، عسى ما شر، سبحان الله، أنت ما انتبهتي أن السيارة ما فيها وقود؟ أنا أعرف أن هذا النوع من السيارات صرفا، لكن الظاهر أنت ما انتبهتي للسيارة. ماشي إشكال، أنا بسير وبجيب وقود وباقيكي. ممكن تروحي تجلسي في سيارتي، لكن كيف شغال؟ وبيذهب وبيأتي بالوقود وبيحاول أن يظهر يعني قمة النشاط في العمل، ثم بعد ذلك أيضا بيحاول يعني يتقرب، وقد يصل بالحال لأن يعطيها رقمه بأن بحجة أنك لو أردت مساعدة أو شيء فأنا مستعد. لا، موسى عليه السلام ما زاد على قوله ما خطبكما، بقدر الحاجة. وهما أيضا كانتا على مستوى من الأخلاق والأدب، فأتيتا بعبارة موجزة دالة على المقصود من غير توسع. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلاص أنت فهمها. لم يزد موسى في الحديث، فهم المراد فسقى لهما، وبعدما سقى لهما لم يرجع إليهما، وإنما آوى إلى الظل ودعا ربه. فهذا موقف أخلاقي يعلمنا كيفية تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية. فالإسلام لم يحظر تعامل الرجل مع المرأة، ولكنه أيضا لم يجعل الأمر راجعا إلى إرادة الإنسان، فإن النفس قد تريد أشياء منعها الشارع منها محافظة عليها. فهذا موقف للعمل التطوعي وآدابه وضوابطه. الموقف الثاني موقف العبد الصالح وموسى عليه السلام أيضا، عندما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فإنهما انطلقا في المرة الأولى، ثم انطلقا في المرة الثانية، ثم انطلقا في المرة الثالثة، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي أقامه العبد الصالح. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أي موسى قال للعبد الصالح: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تصورت الموقف؟ رجلان غريبان يدخلان إلى قرية وهما في شدة الجوع والعطش، فالتمسا الطعام من أهل تلك القرية، ولكن للأسف كان أهل تلك القرية بخلاء، بخلوا عليهما بحق الضيف، فكان ذلك يستوجب أن يسعى العبد الصالح وموسى إلى الحصول على المال الذي يشتريان به الطعام. فلما رأى موسى عليه السلام العبد الصالح يصلح هذا الجدار الآئل للسقوط من غير مقابل، تدخل موسى عليه السلام وقال له: هل اتخذت عليه أجرا؟ نحن في أمس الحاجة إلى الأجر، وهؤلاء لا يستحقون أن يعاملوا بالإحسان لأنهم بخلاء. ولكن العبد الصالح قام بهذا العمل التطوعي ولم يطلب منه أجرا، وهذا أيضا إشارة إلى أن إصلاح الجدر كجدر المقابر أو جدر الأموال العامة وإصلاح البلاد وتشجير البلاد وجعلها في منظر حسن، هذا أيضا عمل خيري يهتم به الإسلام ويحث عليه ويشير إليه في القرآن الكريم. الموقف الثالث الذي حكاه لنا القرآن الكريم
هو ذو القرنين، عندما أيضا انطلق ثلاثة انطلاقات. الانطلاقة الثالثة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، أي أجرة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أعرض عن الأجرة، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساء زبر القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. وهذه أيضا هذه الآيات فيها أكثر من وقفة. الموقف الأول أنهم عرضوا الأجرة عليه ولكنه ترفع عنها اكتفاء بما مكنه الله فيه وما أعطاه الله إياه، وهذا عمل تطوعي أن يقوم ببناء السد لهم مجانا وأن يعينهم على بنائه وأن يوظف إمكانياته في خدمة الناس، هذا عمل تطوعي. ولم يقل لهم استخروا أو ابتعدوا أو خلوا بيني وبين العمل، وإنما ماذا قال لهم؟ آتوني زبر الحديد، وهذا في إشارة إلى ضرورة التعاون في العمل التطوعي، وأن كثيرا من الأعمال التطوعية يعجز عنها الفرد أن يقوم بها بنفسه. وهذا من الخلل الواقع معنا في المجتمعات، أن كثيرا من الأعمال التطوعية منصبة على عاتق أفراد معدودين في المجتمع، فتجد ربما في كل قرية 10 أشخاص أو 20 شخصا ويشاركون في أعمال تطوعية كثيرة تثقل كواهلهم وتقعدهم عن إعطاء أفضل ما ينبغي أن يعطى في كل عمل تطوعي، لأن الإنسان مهما كان لديه القدرات لا يستطيع أن يوزع نفسه وأن يقسم نفسه على أعمال كثيرة. فالتعاون ومشاركة كل شخص في مجال اختصاصه وبقدر إمكانياته أمر مهم لإنجاح الأعمال التطوعية. وتنسيق الأدوار وتوزيعها توزيعا صحيحا يضمن نجاح العمل وإتقانه. ولذلك قال لهم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، مشاركة، عمل تطوعي مشاركة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في أكثر من وضع، في بناء المسجد النبوي، في حفر الخندق، في حفر القبور شهداء بدر وشهداء أحد، في مواطن كثيرة، في الهجرة، الهجرة النبوية أيضا تمثل صورة للعمل التطوعي، جيش العسرة وخروجهم إلى تبوك يمثل صورة أيضا من العمل التطوعي. هنالك نماذج كثيرة في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تدل على العمل التطوعي. فهذه نماذج ذكرها القرآن الكريم للعمل التطوعي، بالإضافة طبعا إلى أن السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ذكرت الكثير والكثير من الأعمال التطوعية التي لا يمكن أن نستوعبها في لقائنا هذا، وإنما نشير إلى بعضها. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا ينام. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر كالقائم الذي لا ينام.
وهذا أيضا فيه دلالة على عظم العمل التطوعي وعلى أهمية الاعتناء بالفئات الضعيفة في المجتمع، وألا يتناسى الإنسان في غمرة النعمة حقوق الضعفاء والمحتاجين. فالأرامل اللاتي توفي أزواجهن وبقين بلا عائل يجب أن يلتفت إليهن المجتمع، وأن يقدم إليهن الدعم المادي والمعنوي الذي يطمئن نفوسهن ويخفف من حزنهن ويجعلهن قادرات على العيش السعيد وعلى النفع والانتفاع من المجتمع. وكذلك المساكين لا بد أن يشعروا برفق ورحمة وعناية وتلطف إخوانهم الأغنياء بهم، وأنهم لا ينسونهم حتى لا يخرجوا ناقمين على المجتمع، وحتى تسود روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع. ومعنى ذلك أننا لا نكتفي بإنشاء جمعيات عامة أو صناديق عامة، وإنما نحتاج إلى صناديق تخصصية أكثر مما هو موجود الآن. فهنالك صناديق فقط لا تخدم إلا الأرامل، وصناديق مثلا لا تخدم إلا المعوقين، وصناديق مثلا لا تدعم إلا مثلا طلبة العلم، وهكذا. لأن كلما كان الصندوق أكثر تخصصا كلما كان أكثر قدرة على العمل وعلى تغطية الحالات التي تحتاج إلى الدعم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وفي رواية تعدل بين اثنين صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. في هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يلفت انتباهنا إلى نعمة عظيمة من نعم الله علينا، وهي نعمة المفاصل. فالإنسان قد ركب على مفاصل كثيرة، لولا هذه المفاصل لتوقفت حياة الإنسان فلم يستطع أن يتكلم. لأنك أنت عندما تتكلم وتحرك فكيك وتحرك لسانك تستعين بهذه المفاصل، ولا تستطيع أن تمسك شيئا، ولا تستطيع أن تتحرك، ولا تستطيع أن تأكل، ولا تستطيع أن تجلس، ولا أن تنام، ولا أن تغير جلستك، ولا 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 كثير من الحركات. ومعنى ذلك أن حياة الإنسان تتوقف بدون هذه المفاصل. والإنسان قد ركب على 360 مفصلة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل كل مفصل من هذه المفاصل يتوجب عليه أن يقدم صدقة، لأن هذه نعمة وعطية تستوجب شكرا. فحتى لا يضيق النطاق أو لا يصعب على الأمر أن يقدم الصدقات، نوع الشارع في أنواع الصدقات التي يمكن للمسلم أن يقدمها في مقابل هذه المفاصل. فذكر أعمالا منها ما هو خاص بين الإنسان وربه كالتسبيح والتحميد وكخطوات الصلاة، وأعمالا أخرى فيها نفع وعون للآخر. ذكر منها تعدل بين اثنين، تصلح بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دابته، تجد شخصا عاجزا عن الركوب على دابته فتركبه عليها، أو تحمل له متاعه، أو تحمله على سيارتك، أو تحمل له متاعه على سيارتك. والآن قد تكونت في المجتمع لدينا ثقافة
ينبغي أن نراجعها. فأصبح كثير من الناس يقول بوجود سيارات الأجرة فلا داعي أن أقف لشخص على الطريق، وهذا يعني هذه فكرة غير صحيحة، فكرة خاطئة. بل الإنسان يؤمر أن يستغل الفرصة عندما يكون يوجد لديه مجال لأن يأخذ غيره معه في سيارته، فليحمل غيره عندما لا يكون هنالك أي مخاوف أو مفاسد. أحيانا تمر بسيارتك وتلقى شيخا كبيرا وقورا، أو تجد عائلة، امرأة مع ابنها أو مع أبيها أو مع أخيها، وأنت يعني بنفسك أو معك شخص واحد فقط ولديك مجال أن تأخذ غيرك، فلماذا لا تقف وتحمل هؤلاء الناس وتكسب أجرهم، ويكون ذلك جزء من العمل التطوعي التي تربي نفسك عليه. وينبغي لك أن تضع نفسك في مكان هؤلاء. انظر لو كنت في حر الظهيرة أو في برد الشتاء وتمر عليك السيارة تلو السيارة وهي فارغة أو فيها مجال لحملك ويرفضون حملك، ألا تجد في نفسك شيئا عليهم؟ فكذلك انظر إلى الآخرين بنفس العين التي تحب منهم أن ينظرون بها إليك. ووسع الإسلام دائرة العمل التطوعي حتى قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى من الطريق صدقة. يعني لو وجدت زجاجا متكسرا على في الأرض، أو مسامير حادة، أو حصاة كبيرة، أو غير ذلك مما يؤذي الطريق ويؤذي الناس، فتأخذه وتضعه في المكان المخصص، هذا يعد يعني عملا تطوعيا تؤجر عليه. ونستطيع أن نستلم هذه الفكرة وأن نطور فيها، فبدل ما أن تكون عملا أحاديا غير منظم نحوله إلى عمل جماعي منظم، فتتكون جمعية أو يتكون فريق متخصص فقط في تنظيف البلاد. يعني لا عمل له آخر، تطلب منه عمل آخر يقول لك عذرا هذا خارج إطار العمل. الفريق هذا متخصص لتنظيف البلاد، إذا أحد عنده ملاحظة يمكن أن يتقدم بها للفريق فيما يتعلق بالنظافة فقط. فتكون الفكر ومنصب على هذا العمل وحده، فيبدأ تكوين الفريق. وقد يبدأ النواب بشخصين، يتفق شخصان، ثم بعد ذلك تتوسع الدائرة شيئا فشيئا، وتأخذ وقتها في النضج وفي التطور والتوسع، ويكون فريقا منظما له قوائمه، ويستعين بالتقنية الحديثة في الضبط وفي تطوير النفس، ويستعين بالبرامج الحديثة التي تضبط العمل ويعني تعين على الشمولية وعلى تعميم الأعمال. ويمكن الاستعانة بكثير من البرامج، فيمكن أن يضع يعني رقما مجانيا أو واتساب لمن يحب أن يتواصل معهم من البلدة، أن يصمموا برنامجا أو تطبيقا يحمله كل إنسان في هاتفه. فهي أفكار تبدأ بسيطة أو تبدأ قليلة ثم تكبر، ولا مانع أن يترك للزمن فرصة لكي تنضج فيه الفكرة وتكتمل قبل أن تصل إلى صورتها التامة. والله عز وجل أيها الإخوة الكرام يعني اقتضت حكمته أن يوزع المواهب بين خلقه، فلم يجعل الخلق كلهم يحملون موهبة واحدة، أو المواهب زيد كمواهب عمرو ومواهب هند كمواهب عائشة، لا، وإنما جعل عند كل واحد ما ليس عند غيره. فالعالم مهما أعطي من القدرات يبقى ضعيفا في جوانب، الكمال لله وحده،
وهذا من والله تعالى قد سخر العباد بعضه لبعض. فهذا التنوع يجعل الإنسان قادرا على أن يشارك في العمل التطوعي، ولا يكاد يقبل من أي إنسان عاقل أن يقول أنا عاجز عن كل الأعمال التطوعية، بل الذي يدرك سر وأهمية العمل التطوعي يقدح ذهنه حتى يتوصل إلى عمل يستطيع من خلاله أن يصل للمجتمع. يعني اتصل بي في يوم من الأيام قبل سنوات شخص، هذا الشخص كان شابا وطلع إلى إحدى النخيل فسقط من هناك من الأعلى وأصيب بالشلل وصار أشل، لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يمشي، بل ولا يستطيع حتى أن يستعمل يديه استعمالا صحيحا طبيعيا، ولكنه لم ينكفع على نفسه ولم يقل يكفيني ما بي من مرض ومن هم ومن حزن ومن فقر شباب إلى آخره، وإنما فكر تفكيرا إيجابيا وقال كيف أستطيع أن أخدم المجتمع، كيف أستطيع أن أكون عنصرا فاعلا في المجتمع. فما لديه من بقايا حركة في أصابعه مع صفاء ذهنه مع خبرته في التعامل مع الحواسيب ومع شبكة المعلومات استطاع أن ينشئ موقعا أو أن يدخل إلى مواقع معينة يقدم فيها النصائح ويقدم فيها التوعية ويقدم فيها الخدمات ويتفاعل مع المجتمع ويقدم عملا تطوعيا وهو على هذه الحالة. وفي المجال الدعوي والتوعية الدينية يوجد نماذج من هؤلاء الذين سلب الله منهم نعمة الحركة ولكنه وهبهم عقلا فاهما وخبرات ومهارات وظفوها في خدمة المجتمع. المقصود أن كل واحد منا لو فتش في نفسه لوجد أن لديه مهارات وقدرات يستطيع من خلالها أن يخدم مجتمعه، والواجب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم وأن يوظف ما لديه فيما يعود عليه وعلى غيره بالخير والنفع. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني شوف كيف الجزاء الإلهي، أنك إذا وفقك الله فنفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ماذا ستكون هذه الكربة؟ كم حجم هذه الكربة؟ لكن ما هو المقابل؟ ينفس الله عنك في مقابلها كربة أيضا، ولكن ليست من كرب الدنيا وإنما من كرب يوم القيامة، وما أعظم كرب يوم القيامة. فتنفيس الكرب أمر عظيم، ولا تستحقر نفسك وتقول أنا كيف أستطيع أن أنفس كربة، لو فكرت في نفسك تستطيع أن تنفس كربة أو أن تكون سببا في تنفيس كربة، قد لا تنفسها بنفسك وإنما تكون سببا وسبيلا إلى تنفيسها فتكون شريكا في الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة، وهي كربة كما تعلمون نكرة مطلق، فيشمل كل كربة قلت أو كثرت، عظيمة كانت أو حقيرة، فتساعد الآخر ولو أن تقدم له نصيحة. يعني أحيانا تنفس الكربة باستشارة، جاءك شخص عنده مرض عضال، هذه كربة عظيمة وأنت لست بطبيب ولكنك دللته على طريقة يتعالج بها فتعالج فانتفع، أنت تكون أيضا ممن نفس عنه هذه الكربة. جاهل لم يتعلم أمور دينه
فتقوم بتعليمه نفست عنه كربة من الكرب، أو تدله على مركز أو على معلم أو على كتاب نفست عنه كربة من الكرب العظيمة. والجهل من أعظم الكرب. إنسان يريد أن يتقدم لوظيفة أو أن يتقدم لأرض أو لغير ذلك، فتعينه بأي نوع من الخدمة، توصي به خيرا، تكتب له رسالة، تحمله إلى المكان، تتولى المراجعة نيابة عنه، هذه كلها كرب تنفسها عن أخيك. فالكرب كلمة مطلقة، فكل كربة مهما صغرت في عينك فهي عظيمة عند الله عز وجل، ويجازيك عليها الجزاء الحسن. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا هذه الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحث على العمل التطوعي، وتذكر نماذج كثيرة جدا من العمل التطوعي الذي يجب أو يؤمر على الأقل المسلم أن يشارك فيه وأن يدلي فيه بدلوه. طبعا الأعمال التطوعية أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الأعزاء، لها أثر كثير جدا على المجتمع، وينبغي للحكومات أن ترعى الأعمال التطوعية وأن تشجع الناس على الأعمال التطوعية وعلى إنشاء الأوقاف والجمعيات والفرق الخيرية، وأن تنظم تنظيما صحيحا، لأن ذلك يخفف العبء كثيرا عن الدول. وقد أدركت هذا الدول المتطورة أو المتقدمة ماديا، فنظمت العمل التطوعي، وبلغ العمل التطوعي معها شأنا عظيما، وصارت كثير من الخدمات تقدم للناس من الناس أنفسهم. والحكومات مهما كانت لديها من القدرات المالية ولديها من الاتساع، لا تستطيع أن تقوم بكل الحاجات التي يحتاج إليها الناس، بينما من خلال الفرق الخيرية نستطيع أن ننجز الكثير والكثير من الأعمال. فليس من حصافة الرأي وضع العراقيل أمام الأعمال التطوعية والفرق الخيرية، وبينما تريد أن تصل إليه من تنظيم العمل التطوعي. وأيضا ليس من الخير أن تترك عشوائية غير منظمة وغير مراقبة، خوف أن تنحرف عن مسارها وعن الهدف الذي رسم لها، فيكون هنالك توسط بين الإفراط والتفريط وبين التوسع والمنع. ولو ذكرنا مثلا نموذج لبعض الدول التي يعني تعنى بالعمل التطوعي، مع أنها كما قلت لا تؤمن بمبدأ الثواب والعقاب، ذلك الإيمان الحقيقي، إلا أنها انطلقت من منطلق إنساني بحت، نظرت العمل التطوعي على أنه عمل إنساني وأنه ضرورة، وتم تنشئة الأجيال وأصبح مثل الثقافة السائدة لدى الجميع في أهمية العمل التطوعي وتثمين العمل التطوعي واحترام أهل الأعمال التطوعية، وأصبحت رسالة يقدمها كل جيل للجيل الذي بعده. فمثلا في أمريكا بلغ عدد المتطوعين فيها إلى 63 مليون متطوع في 2017، قد يكون الرقم ارتفع عن هذا الرقم، 63 مليون متطوع. طبعا كما تشاهدون تلاحظون رقم كبير، وهؤلاء متوزعون في أعمال تطوعية كثيرة ربما لا تخطر حتى على بال الواحد منا. عدد ساعات العمل التطوعي وصلت إلى 8 مليارات ساعة، 8 مليارات ساعة عمل تطوعي. وانظروا إلى هذه الإحصاءات،
يعني العمل التطوعي نفسه يحتاج إلى عمل تطوعي ينظمه ويجري عليه دراسات حتى يتم تصحيح المسار بين وقت وآخر. وفي هذا العمل التطوعي وفر للدولة لأمريكا ما يقارب من 193 مليار دولار، وفر للدولة يعني ما يقارب من 200 مليار دولار. وهذا الذي أشرت إليه، أن العمل التطوعي يخفف العبء كثيرا عن الدول، ويخفف أيضا العبء كثيرا حتى عن الأفراد. يعني أحيانا بعض الناس الذين أعطاهم الله تعالى بسطة في المال يحسنون، ولكن بطبيعة نفس البشرية عندما يكثر الطلب عليها تبدأ تشح أو تبخل أو تتضجر. فتصور أن شخصا غنيا يأتي من هذه القرية يريد أن يبني مسجدا، بعد شهر يجي جماعة أخرى يريد أن يبني مسجدا، فقد يعطي الأولين بسخاء ويعطي الثانيين، ثم بعد الثالث والرابع يبدأ. لكن عندما توجد عمل تطوعي وتوزع المهام ويشارك الجميع، فإن هذا يخفف الوطء على بعض أفراد المجتمع. وطبعا في أمريكا وفي الدول الغربية وكذا، يعني توجد أعمال تطوعية في أعمال قليلة كثيرة وكثيرة. وحتى على المجال الديني أو الدعوي، بما أنكم متخصصون في الشريعة وفي الدعوة، هنالك معهم كثيرون ممن ينشطون في العمل التطوعي. فأحد الكاتبين يشير يقول أنه في عيد الشكر عند النصارى يقوم عدد من الشباب من الجنسين بزيارة الطلاب الذين يسكنون المدن الجامعية. يقول: كنت أنا واحدة من هؤلاء، فيقدمون إلينا الهدايا ويعرضون مساعدتهم لأي مشكلة تواجهنا، وأثناء تلك الجلسة يتحدثون عن المسيحية كما يقول ويدعوننا إليها. ومن الطريف يقول: أنني وزوجتي بعدما انتهوا من حديثهم بدأنا نحدثهم عن الإسلام وحنا بوحنا، ودعوناهم لزيارتنا في المركز الإسلامي في يوم الجمعة وسماع الخطبة، وصارت بيننا علاقة مكنتني من دعوتهم وزملائهم للإسلام، وأصبحت أنا متطوعا من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. فيعني وهذا أيضا يفتح لكم أنتم مجال أيها الدعاة إلى الله عز وجل، كيف تستطيع أن تصلوا من خلال الأعمال التطوعية إلى الناس وإلى إبلاغ دعوة الإسلام كلمة الدين. الآن نحن تمر لدينا مناسبات دينية، يمر لدينا شهر رمضان المبارك وهو أعظم مناسبة وأطول مناسبة، يتمر معنا الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، يمر عندنا يوم المولد النبوي، يوم الإسراء والمعراج، مثل يوم عرفة العاشر المحرم إلى آخره. فهل فكرنا مليئا في استغلال جديد وابتكار حديث في توظيف مثل هذه المناسبات في الدعوة إلى الله عز وجل، يختلف عن الطريقة الاعتيادية في مجرد إلقاء كلمة أو محاضرة أو درس أو بالكثير أمسية نقيمها، وسعينا إلى إيجاد فكرة جديدة؟ طبعا هذا لا يكون إلا من خلال تنظيم العمل. يعني لو كلما كان في البلد فريق متخصص في الدعوة، هذا الفريق يعقد اجتماعات شهرية ويتم كتابة المحاضر ومناقشة ما تم إنجازه وقبول الاقتراحات والأفكار والاطلاع على ما عند الآخرين حتى من غير المسلمين، والاستفادة من الشرق والغرب وعدم الجمود. لا نجمد عند فكرة معينة أو عند طريقة معينة، وإنما نكون في تطور مستمر وفي تجديد وفي تحديث، لكي نستطيع أن نصل، أن ننفذ إلى الناس، أن نوصل رسالتنا إلى الناس. والنصرانية نجحت في أفريقيا كثيرا مستغلة حالتي الفقر والمرض،
ونفذت من خلال هذين المنفذين لتنصير الناس. وكثير من الناس دخلوا في النصرانية ابتداء لا عن قناعة، وإنما لأجل أن يحصلوا على العلاج أو أن يحصلوا على المال. والنصارى المنصرون يعلمون ذلك، ولكنهم يدركون أنهم مع الأيام سيتمسكون بالنصرانية، وإن لم يتمسكوا هم سيتمسك أولادهم من بعدهم. فكذلك ينبغي لنا أن نفكر في خدمة الفئات الضعيفة وتقديم الخدمات لديهم، وأن نستغل هذه المناسبات الدينية لكي يعني نثبت رسالة الإسلام حتى مع غير المسلمين. حتى مع غير المسلمين يعني تلقى الواحد منا ما يتحدث مع غير المسلمين، تمر بنا مناسبات في رمضان، تمر مناسبات الأعياد، مناسبات دينية. فينبغي أن يكون هنالك نشاط تطوعي متعلق بهذه المناسبات الدينية. أخيرا أختم أيضا بهذه الإحصائية التي تبين أيضا انخراط أفراد المجتمع الأمريكي في الأعمال التطوعية، وأن العمل التطوعي غير مقتصر على الكبار أو على الأغنياء. فتقول الإحصائية أنه في عام 1992 ميلادي بلغت نسبة تبرعات الأفراد إلى 82% من إجمالي المبلغ، يعني أكثر من 80% من المبالغ التي جمعت الأعمال التطوعية هي من الأفراد وليست من شركات أو من حكومات، حتى لا نقلل مشاركة الفرد ولو كان قليل المال. والمبلغ كان وصل إلى 24 مليار دولار، يعني تقريبا فوق 20 مليار، هذه مشاركات الأفراد. أيضا في معهم الوصايا، ينشط معهم الوصايا للأعمال التطوعية، فبلغت الوصايا إلى 6.5 مليار تقريبا في السنة. وطبعا الإسلام نظم أمر الوصية كما تعلمون، ووسع للمسلم في ثلث ماله، ومعنى لكن للأسف أن الناس كثيرا لا يحسنون توظيف هذا الثلث الذي وسع الله تعالى لهم فيه، فقد يوصون في أشياء غير مهمة ويتجاهلون أشياء مهمة، وقد يبخلون بها ويتركون المال كله للورثة مع كثرته واتساعه، ولا يأخذون منه شيئا لأنفسهم، فكأن ينشئ وقفا أو أن جمعية أو يشارك في فكرة أو في عمل تطوعي أو في غير ذلك. العمل التطوعي أحيانا يقتضي مشاركة الرجال مع النساء، فكثير من الأعمال التطوعية قد تقتضي مشاركة بين الجنسين، وهنا لابد من مراعاة الضوابط الشرعية لتعامل الرجل مع المرأة، كما حصل من موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح. فلا يسوغ بحجة العمل التطوعي أن يحصل تداخل كبير إلى حد يعني كسر الحواجز الفطرية التي جعلها الله تعالى بين الجنسين، وأن يحصل ذلك انبساط في الحديث وفي التعامل والتوسع في ذلك، وقد يتبع ذلك حتى الخلوة أو المقاربة الأجساد أو الملامسة بحجة أن هذا عمل تطوعي وأن القلوب سليمة، وغير ذلك من الحجج التي قد يرددها بعض الناس وهي تتنافى أولا مع قواعد الشرع. فنحن ما دمنا قد أكرمنا الله تعالى بدين، فعلينا أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به، وأن نعلم أن الخير في التمسك، حتى ولو ظنت نفوسنا غير ذلك، حتى لو حدثتك نفسك أن هذه الحواجز تعيق العمل التطوعي أو هي من باب التشدد، فعقلك قاصر لا يدرك أسرار التشريع ولا يستطيع أن يقف على الحقيقة كما هي، وإنما حسبه أن يقف على شاطئ الحقيقة،
ولكن المؤمن بما أنه آمن بالله وبرسوله يدرك أن الخير كل الخير في الوقوف عند أوامر الله وعند أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لا يمنع مشاركة الرجل مع المرأة في العمل التطوعي ولا يعيق العمل التطوعي إطلاقا، وإنما يضبطه ويمنع الانحرافات الأخلاقية التي كثيرا ما نسمع عنها والتي تقع نتيجة التساهل أو التخفف أو الإهمال للأحكام الشرعية التي يجب أن يراعيها الإنسان. فلا بد أن تكون لك حدود في المداخلة، وأن يكون الكلام بالمعروف وبقدر الحاجة، وأن يترك التوسع أو الانبساط في الحديث، وأن تتحلى المرأة بالحشمة واللبس الساتر، وأن لا يقع بينهما خلوة أو مخالطة ظاهرة أو غير ذلك مما يعد مخالفة لقواعد الشرع الحنيف التي ما وضعها الشرع إلا لحماية الإنسان من الانحراف ومن الوقوع في الشرور وما قد يضره في هذه الحياة. هذا ما أحببت الحديث فيه معكم عن العمل التطوعي، ونختم، وإذا كان نالك في مجال للأسئلة نفتح المجال فيما تبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالحق قائلين وعلى الصراط مستقيمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يقول الطالب في الأعمال في المجال الشرعي، ما هي الأعمال التطوعية المناسبة التي ينبغي أن يعتني بها؟ هذا سؤال مهم جدا. أهم عمل تطوعي ينبغي أن يعتني به الطالب العلم الشرعي هو أن يبذل قصارى جهده في اكتساب العلم الشرعي، ويقلل من الشواغل الأخرى التي تشغله عن القراءة والمراجعة والتحصيل، وأن تكون لديه نظرة بعيدة ولا ينظر بين قدميه، بمعنى أنه قد يخفف في أيام الطلب من مداخلة الناس ومن الكثير من الأعمال التطوعية، ولا أقول يتوقف عنها، ويحتسب الساعات الطويلة التي يقضيها بين الكتب ومعها، لأنها تسقله وتعده ليتولى مسؤولية أهم وأكبر بعد ذلك. فينبغي للطالب في هذه المرحلة أن يعتني كثيراً بالقراءة والحفظ والمطالعة، وحتى لو كان ذلك يدفع إلى التقليل من مثلاً الدروس إذا كان يقدم دروساً أو من حضور اجتماعات الأعمال التطوعية، فإن العلم أهم شيء، والعلوم الشرعية لا يستغني عنها المجتمع. بعد ذلك يمكنه أن ينظر إلى أعمال تطوعية لا تعيق تعليمه يستطيع أن يشارك فيها، فلا يحرم نفسه من أجر العمل التطوعي، فينظر إلى مجتمعه وإلى ما يحتاجه المجتمع، ويكون له مشاركات في الأعمال التطوعية، خاصة الأعمال التي لا تعيق طلبه. يعني أحيانا مثلا في البلدة يقام معسكر لإصلاح في البلدة، أو يكون مثلا ملتقى تعليمي، أو يكون هنالك مثلا مشاركة في تجميع الزكوات أو في توزيعها، أو مشاركة في مركز صيفي بقدر، يعني أن يكون له مساهمة ومشاركة في الأعمال التطوعية، لكن ليس على حساب ما يطلب منه وما انتخبته الأمة من أجله، وهو التفرغ لطلب العلم الشرعي النافع. نعم. تفضل. نعم. هو يقول كيف يتخلص
المقبل على الأعمال التطوعية من عقبة الرياء، فإن الشيطان يحاول أن يدفعه إلى الرياء. طبعا هذا بالمجاهدة، يجاهد نفسه، وكلما جاءه هذا هاجس الرياء يقف مع نفسه ويصحح نيته وينظر إلى مخاطر الرياء ويقول لنفسه صراحة: الأفضل أن أتوقف ولا أرائي، لأن توقفي أخف ضررا من أن أعمل مع الرياء. لكن لا يعني ذلك أن يتوقف أو يستسلم، لأن الشيطان قد يأتيك من هذا الباب يذكرك بالرياء 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 حتى يخيفك ويقعدك. لا، ولكن لابد من المجاهدة، مجاهدة وعدم الاسترسال مع الرياء. أما ما قد يقذفه الشيطان في نفسك من الرياء وأنت تدفعه وترفضه فهو معفي عنه بإذن الله عز وجل. وإنما يؤاخذ الإنسان بالرياء الذي يركن إليه ويرضاه ويقبله ويكون هو المحرك له للعمل، فهنا قد وقع في الخطورة، فلا بد أن يخرج من هذا المأزق. نعم، تفضل. ولكن بعد فتره يبدا التخاذل في الكثير منهم ويبقى البعض صحيح يستسلمون على الانهار الجماعه. نعم، في هذا الحل اولا ان يكون انتقاء المشاركين في الفرق الخيريه يكون بعنايه، يكون هنالك معايير للاختيار والانتقاء، ما كل من احب ان يدخل يتم ادخاله، واذا ادخل فتوكل اليه اعمال يسيره، بمعنى أن يختم الاختيار بعناية، وأن يتم يعني تجديد، يعني بعض الفرق القهرية تنشأ برئيس مثلا أو بنائب رئيس أو بأمين ويبقى 20 سنة هو يعني قصر أو وفى، كان فارغا أو مشغولا، وهذا في الحقيقة إخلال. العمل التطوعي لا ينبغي أن يقوم على شخص، وإنما ينبغي يقوم على أساس مؤسسي عن طريق اختيار الأكفاء ذوي الخبرات، وأن يتم التغيير في الدماء، ضخ دماء جريدة، ولكن كل ذلك وفق معايير، وفق لوائح، وفق يعني طريق مرسوم، فهذا مهم. طبعا أيضا العمل التطوعي لابد أن يكون منظما، يعني للأسف كثير من الأعمال التطوعية انهارت بسبب عدم وجود قاعدة في اختيار الآراء، فأحياناً يختلف الجماعة في الآراء، فيقول بعض الناس كذا ويقول بعض الناس كذا، وهذا طبيعي لأن البشر ألا يجتمع على أمر، فإذا لم يؤخذ برأيه قال أنا أترككم، وقد يكون جماعة أخرى فتنقسم الجماعة على نفسها. الحقيقة العمل التطوعي أيها الشباب يحتاج إلى صبر وإلى تحمل وإلى حمل النفس، لأنه ليس باليسير، قد تجد أحياناً مخاصمات أو اختلاف في الرأي أو ينقل إليك كلام، وقد يطلب منك عمل في وقت أنت تكون فيه متعباً، وقد تجد نفسك في بعض الأحيان وحدك، فكل هذا يحتاج إلى صبر وإلى تجلد، ثم بعد ذلك إلى نظام للعمل في كيفية سير العمل، في كيفية اتخاذ القرارات، في غير ذلك. ولا بد أن يكون الإنسان الداخل في العمل التطوعي لديه الاستعداد التام للتنازل عن رأيه بطيب نفس من أجل المحافظة على الجماعة وعلى سير العمل. نعم، تفضل. هنا أمران: الأمر الأول من الخطأ أن يوكل إدارة الأعمال التطوعية على الشباب وحدهم، لأن الشباب متحمس متوقد مندفع، فهذا الحماس وهذا الاندفاع يحتاج إلى حكمة الشيوخ، يعني الشيوخ كبار السن، لأنهم قد خبروا الحياة ويحسبون حسابا لكل خطوة، ولذلك ينبغي أن تكون في إدارة الفرق أو الجمعيات خبرات من الكبار
مع وجود طبعا الشباب الذين تسقل مواهبهم مع الأيام، هذا أمر مهم جدا، وأن تكون القرارات تتخذ بصورة جماعية لا بصورة فردية. والشيء الثالث لابد كما قال الانتباه لأولويات، يعني الإنسان ما يقول لك والله بعض، أنا أعرف بعض الناس جزاهم الله خير يبذل نفسه كل العمل التطوعي، ولكنه قد يقصر في حق أولاده أو زوجه أو أبويه، قد يعني يندمج مع العمل التطوعي حتى على حساب الصلاة، فأصبح لا يصلي مثل نافلة ولا يقرأ من القرآن إلا قليلا، وقد يأتي مستدركا. لا، إذا العمل التطوعي يصل بك هذه الحالة فيوجد خلل لديك. العمل التطوعي لا يجب أن يكون على حساب الواجبات، على حساب طلب الرزق، على حساب الإنفاق على الأهل، على حساب تربية الأولاد، على حساب تربية النفس. فلا بد من أن تراجع نفسك وأن تضبط نفسك، فتعطي العمل التطوعي من جهدك بما لا يتعارض مع ما هو واجب أو مع ما هو متأكد في حقك من الأعمال الأخرى. تفضل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنتم.